لا لا، النادي الاهلي ما هوش طرف خالص عشان يعني سليم، يعني موقف النادي الاهلي سليم. لا 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 لا، مش سليم يا كابتن مصطفى، خلينا نتكلم منطقي. لو ما هو هو اشترى من الاتحاد وسال في المنطقه اللي بتتبع نادي الاتحاد، وراح يستعلم في الاتحاد، لقى مقيد في الاتحاد السكندري، وبناء عليه اشترى. مع وجهه نظرنا ولا مش عاوز تسمعها؟ لا عايز اسمعها طبعا. طيب من فضلك بقى انا هقول لك. اتفضل. النهارده المشكله ما بين نادي الزمالك وما بين لاعب. بالظبط. ما رحناش ولا تعاقدنا مع اي نادي من الانديه، لان كان اللاعب في فتره الست شهور مسموح له بالتفاوض لوحده، لانه بعد ست شهور عقده ينتهي مع الاتحاد السكندري. ايوه خلاص. اذا لا نادي الاتحاد السكندري طرف ولا النادي الاهلي طرف. بالظبط. فاحنا دلوقتي بنتكلم في القضيه الاساسيه اللي بيننا وبين اللاعب. النهارده النادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري على علم بان اللاعب موقع لنادي الزمالك، وده اللي انا قلته على فكره، يعني عشان سيادتك تبقى عارف. ما يعني بيقولوا ايه، ما بني على باطل فهو باطل، وخصوصا ان الاطراف اللي تعاقدت وخدت اللاعب على علم بهذا الخطا، وده منشور في كل الناس في مصر كلها عارفه، وباعتراف اللاعب انه مضى لنادي الزمالك، فما بني على باطل فهو باطل. فدي مرحله لاحقه. خلينا نخلص احنا من مشكلتنا، يعني خلينا نشوف هيخلص عليه الموضوع، واحنا القانون هيطبق على الاهلي وعلى الزمالك والاتحاد وعلى جده. سياده اللواء، مكتوب النهارده في موقع كورابيا: اندرلخت سنحصل على شيكابالا بالقوه، عليه ان يتحلى بالشجاعه. ويقال في الموقع ان هو مضى 4 سنين لاندرلخت. عندكم معلومه عن الموضوع ده؟ لا 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 لا، مفيش معلومه خالص يعني. لا 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 خالص. عموما سياده اللواء سراج، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نتمنى الموضوع ينتهي على خير. بس انا تعبني سؤال يا سياده اللواء. اتفضل يا فندم. هو ماضي صحيح على ايصال ب 30 مليون جنيه؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده. انا حد من نادي الزمالك طلع وقال ان هو ماضي على ايصال ب 30 مليون جنيه. برضه كويس قوي ان انا اوضح النقطه دي. ايوه. هناك شرط جزائي في العقد، جوه العقد. اللي يخل او يفسخ العقد من طرف واحد يدفع 30 مليون جنيه. هذا شرط جزائي على الاثنين على فكره، يعني 30 مليون جنيه لو عقده بكام يا سياده اللواء؟ ان شاء الله يكون بقرش سعر. بس انا شايف 30 مليون جنيه مبلغ يعني ليه؟ ضخم جدا. ليه؟ هو ناوي يفسخ العقد، يعني مش ناوي، هو كان في نيته. طيب 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 سياده اللواء، معانا المهندس عادل القيعي. باشمهندس مساء الخير. اهلا، مساء النور يا اهلا. ازيك يا باشمهندس؟ اي يا حبيبي، بقالي كتير ما سمعتش صوتك. أنا تحت أمركم. ربنا يخليك. دلوقتي سيادة اللواء صبري سراج معايا على الخط الثاني، بيقول إن يعني في سياق الحديث بتاعه إن الأهلي كان يعلم تماما إن جده ماضي للزمالك وأنتوا تعاقدتوا معاه. وأنا من وجهة نظري الشخصية زي ما أنا بقول إن جده أو النادي الأهلي خد القنوات الشرعية في تسجيل جده. رأيك إيه؟ ألو. أيوه يا باشمهندس معاك. اولا تحياتي للاستاذ صبري سراج، لانه يعني انا بحب فيه نبرته الهادئه طبعا. لكن تعالى نتناقش في الواقع والمستندات. احنا لما يعني فكرنا في جده، فكرنا فيه على اعتبار ان موقف الاتحاد السكندري سليم 100% من واقع المستندات المقدمه من اتحاد الكره النادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري عقب مشكله جده مباشره. يعني هو نادي الزمالك اشتكى للاتحاد. ايوه. اتحاد الكوره، واتحاد الكوره رد عليه وقال له لا، مش من حقك انك انت تحصل على توقيع اللاعب او تتعاقد معاه، لان عقده ممتد مع نادي الاتحاد السكندري. اذا القضيه قد حسمت في فبراير الماضي. واحنا كنا اتصلنا بسياده النائب محمد مصلح، وتقدر تعمل معاه مداخله وتساله في هذه الواقعه. عقب ماتشنا مع الاتحاد السكندري بحوالي اسبوعين كده، انا اتصلت بيه قلت له يا سياده النائب، احنا مهتمين بمحمد ناجي جده، وهنترك لك تقدير الوقت اللازم في حاله رغبتكم في بيع اللاعب انك انت تشوف الوقت اللي يناسبكم ونبدا الحوار. الكلام ده كان قبل حتى ما جده يخش المنتخب. بعد كده صارت المشكله بين
نادي زمالك والاتحاد السكندري، وحسمها الاتحاد الكورة لصالح نادي الاتحاد، واختار نادي زمالك بان شكواه يعني غير ذات جدوى، وحكم للاتحاد السكندري باللاعب. وبعد الموسم ما انتهى، لما سيادة النائب اتصل بينا وقال انا دلوقتي عارض اللاعب للبيع، حصل عدة جلسات واطلعنا على كافة المستندات المملوكة لدى الاتحاد السكندري، ومن بينها خطاب الاتحاد المصري الذي يقر بحق نادي الاتحاد في قيده. ولذلك تلاحظ ان احنا يمكن اتفقنا معاهم وبعدين قعدنا يجي ثلاث اربع ايام كده ما نفذناش. ما نفذناش غير لما رحنا وشفنا معانا المستشار القانوني جميع الاوراق، و يعني اتفقنا ان احنا هنشتريه بعد تقديم القائمة الجديدة للموسم الجديد، ونشوف الموقف النهائي ايه. يعني بعد ما يسجل في نادي الاتحاد يا باشمهندس. اذا احنا اشترينا لاعب مسجل ليس عليه ثمة اشكال بين نادي الاتحاد واي منازع اخر، لان يعني لو كان هناك نزاع كان يجب ان تظهر كل الاوراق ساعة حدوث الخطأ ويتم التحقيق فيها. ولكن لما لقينا نادي الزمالك خلاص ما قدمش اوراقه، ونادي الاتحاد السكندري قيده وتم قيده، وهناك خطاب حسم الخلاف اللي بين الاتحاد السكندري والزمالك في شهر فبراير، ايه اللي يمنعنا؟ احنا نادي زي اي نادي تاني، من حقه اذا عرض لاعب ان يتقدم لشرائه. بالظبط. فاحنا مستندات القيد ايه يا كابتن مصطفى؟ عشان كان في الاول بيقولوا دي مساله خلاف على القيد، لا توجد خلاف على القيد اطلاقا، لان مستندات القيد عباره عن ثلاث اركان: عقد، استماره انضمام، استغناء من النادي مالك اللاعب. واذا كان اللاعب حر يكون في خطاب بيسموه استعلام من المنطقه التابعه لها النادي القديم. ايوه. بيفيد كتابه انه حر، اللاعب غير متعاقد مع اي نادي، وان عقده انتهى، وانه حر في التعاقد مع اي نادي. النادي الاهلي امتلك كل المستندات دي وقيد اللاعب. نادي الزمالك معاه حاجتين، معاه عقد ومعاه استمارات انضمام وبعض الاوراق الاخرى التي ايه اللاعب اقرارات يعني تخص اللاعب، وقد يكون هناك اوراق اخرى انا لا اعلمها، لكنها كلها في مرحله من مراحل التفاوض السابق لاستمرار اللاعب مع نادي الاتحاد السكندري. احنا سالنا اللاعب وقال انا قلت لنادي الزمالك لما عرضوا عليا الانضمام انا مش عايز امضي دلوقتي، لان هناك عقد بيني وبين نادي الاتحاد، ولو انه مش موثق، وقد يوثقه نادي الاتحاد وقد لا يوثقه. اوكي. فهم ده حسب روايه جده اللاعب قالوا له احنا يعني هنحل هذه المشكله بيننا وبين الاتحاد. ما حدث من تداعيات وخلافات لا شان للاهلي به، ولكن انا بس بوضح ان عارفين ان في كان مشكله، لكن عارفين انها اتحسمت، وعارفين انها اتقفلت، ان الاتحاد الكره حسمها. احنا اوراقنا سليمه وان اقراراتنا سليمه، فيعني اعتقد الاهلي خارج هذه المنطقه.